السلام عليكم، معكم رايد ان 542. اليوم راح نلعب دبل ميكرا سبيشال اديشن. هالمره راح نلعب شخصيات نيرو ودانتي. احنا خلصنا طبعا فيرجل، هي شخصيتي المفضله. راح نلعب شخصيات نيرو ودانتي هالمره، وبعدين راح نلعب ليدي وترش. ترش اخي، لا ترى تم على القفز. اي صح، قبل انسى شباب، انا الحين بسوي هذا ورك ثرو تختيم حق هاللعبه قصه نيرو دانتي. في نفس الوقت انا راح احاول اختم القصه عشان يطلع لي البدله، لان في بدله ثانيه شفتها انا في اليوتيوب من دعايه دبل ميكرا سبيشال اديشن، في لبس حق شخصيتين دانتي ونيرو. اي دانتي لا، الكوت الاسود، لابس جاكيت بدل الاحمر يكون لكم لون اسود وشعر اسود، وانا حد ابي اعرف شلون طالعه. ونيرو يكون لابس جاكيت ازرق، يعني ازرق ازرق كامل، كل شيء ازرق، ما في شيء لون احمر ولا وردي ولا شيء، كله ازرق كامل. فانا حابب اطلع حق الشخصيتين شلون، انا ما ادري. خلينا نبلش. اوكي، انا الحين بحاول اني اسوي سكيب 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 ولا لا، خلينا ننتظر لان بشوف شكله اصلا. Such
such a dark time of chaos were to revisit us, our gracious savior would shelter us from the storm. Let us pray. Nero, what's wrong? I'm out of here. But it's not over yet. All this preaching's putting me to sleep. Get out of here! I will return with help! You stall him until then! I won't hold my breath. Notion of fair play, pal. And it's beginning to piss me off. Okay. تعال يا حبيب معاوية. ايه
دعوة؟ ولا انه في شيء ثاني؟ اوكي انا بس اسكب احد لان لسه غلطت. ليش؟ اوكي اشوفكم الحلقة الجاية يا شباب. ها ناس كل مرة شير لايك سبسكرايب وبيس.